فيديوهات فاخر من الاخر. معانا باندا لسه والده البيبي بتاعها. طبعا احنا هنا بنشوف دلوقتي هي ولدت اتنين باندا. فدلوقتي الحارس بياخد واحده من الاتنين. هي واحد يجي يقول لي طب ليه هو عمل كده؟ الباندا في طبعها لما بتيجي تولد اكتر من بيبي بتهتم بواحد بس، ولو هي مخلفه اتنين زي الحاله دي هتهمل التاني لحد ما ممكن يموت. فهم بيعملوا ايه دلوقتي؟ هيبدلوا ما بين البيبي اللي خدوه الاولاني، لان طبعا لازم البيبي يتنظف كويس، مفيش الا الام هي اللي هتعرف. ادي خدوا البيبي الاولاني وهيجدوا لها البيبي اللي خدوه في الاول، عشان خاطر الباندا لما بتيجي تهتم بتهتم ببيبي واحد فقط لا غير، ما بتعرفش تهتم سبحان الله باكتر من بيبي. اهو جابوا لها البيبي تاني، ده البيبي اللي هو الاولاني اللي خدوه، عشان طبعا تهتم فيه وتنظفه وتقعد معاه وتلعب معاه. اكتبوا لي في التعليقات